السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو مع وصفة جديدة. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم كريسات او قراشل بمقادير بسيطة، كنحصلوا على واحد النتيجة اللي هي رائعة. هاد الكريسات كيجيو خفاف وهشاش. نتمنى ان الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وندوزوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات عندنا دقيق، والكمية كتبقى على حسب الخليط، وعندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال العجين وثلاثة المعالق ديال السنيدة، عندنا معلقة كبيرة ديال الزنجلان ومعلقة صغيرة ديال النافع، عندنا كأس ديال الحليب اللي كندفيه شوية وما يعادل 300 مليلتر، عندنا ثلث كأس ديال الزيت النباتية، عندنا الملح، وعندنا الخل اختياري تقدروا تستغنوا عنه، وعندنا البيض للتزيين. وبسم الله على بركة الله ندوزوا لطريقة التحضير. كناخدوا واحد الإناء كنضيفوا فيه ما يعادل واحد الكأس ديال الدقيق، كنزيدوا عليهم السكر مع الخميرة ديال العجين، وكنضيف عليهم الحليب ما يعادل 300 مليلتر، وكنخلطوا جيدا هذه المكونات مع بعضياتهم. هذه مرحلة مهمة لأنها تخلينا نحصلوا على واحد القريشلات اللي كيكونوا خفاف وهشاش. وكناخذوا واحد البلاستيك غذائي وكنغطيو هذا الخليط لمدة 5 حتى 10 دقائق. ومن بعد ما دازت هاد المدة غادي ندوزو للمرحلة التالية. غادي ناخدو الدقيق وغادي نبداو نزيدو فيه تدريجيا، وغادي نضيفوا عليه الزنجلان والنافع، شويه الملح، الزيت النباتيه ما يعادل واحد 3 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وكنبداو نخلطوا جيدا هاد المكونات كامله مع بعضياتها حتى كنحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون متماسكة. وكيف ما قلت لكم الدقيق ما كنديروش فواحد دفعة واحدة، كنضيفوه تدريجيا باش نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون العجينة اللي كتكون خفيفة شوية. وهانتوما معايا تتشوفوا القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه. غادي نضيفو شوية دقيق مازال، وكنحاولو نجمعو كلشي الدقيق اللي في الجوانب. غادي ناخذ واحد شويه الماء ونجمعوا الدقيق اللي في الجوانب باش نحصل على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو العجينه ديالنا خفيفه، خاص القوام يكون بهذا الشكل. بالنسبه للدقيق انا دخلت 450 غرام، يقدر يكون اكثر او اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق. وكناخذ واحد شويه زيت
ونعملوه فوق في الوجه ديال العجينة، ونغطيوها بواحد البلاستيك الغذائي، وكنخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. ودابا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، غادي ناخدوها ونوضعوها فوق سطح العمل. ودائما كتشوفوا كيف ما معايا في الفيديو كندهن مرة مرة يدي بالزيت، وغادي نبداو نشكلوا الكويرات. والحجم ديالهم الاختيار كيرجع ليكم، تقدروا تعملوهم صغر من هكا او كبر. بالنسبة لهذه الكمية اللي عطيتكم خرجت لي انا 12 غريسات، واللي بغى اكثر يضاعف المقادير. صدقوني هاد القريشلات كيساهلين في التحضير، وكيجيو خفاف وهشاش، واكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. بالنسبه ليا انا نصف الكميه عملتها طبيعيه، والنصف الكميه الاخرى عملت فيها نوتيلا، وتقدروا تعوضوها بالشوكولات او تخليوه هكاك طبيعي. وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل. وكيف ما كتشوفوا معايا هاد الكريسات ما كيطلبوش وقت كتير، كنحضرهم في دقائق. ومن بعد ما شكلنا الكويرات ديالنا كنبداو نضغطو عليهم شويه باليد ديالنا، ودائما كنبداو بالكريسات اللي بدينا شكلناهم في الاول لانهم كيكونوا ارتاحوا اكثر. ودابا غادي نبداو نعملوا فوق منهم البيض، غادي ندهنوهم بالبيض. وهذا البيض انا خلطته مع القهوة دي سريعة الذوبان، وبالنسبة للبيض كنعملو بالبياض ديالو لانه كيعطينا واحد الكريسات اللي كيكونوا لامعين، كيجيو الشكل ديالهم زوين. وبالنسبه للتزيين كنعملو زلجلان او رقائق اللوز او الكوك، داكشي اللي موجود عندكم في البيت. ودابا غادي نعملوهم في الفرن على 180 درجة الفوق لتحت، وكنتسناهم حتى كيتحمروا من الفوق لتحت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات ديالنا، كيجيو خفاف كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هاد الوصفة كتستحق تجربة، اكيد الا جربتوها ما غاديش تندموا. ونتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للناس الجدد ما تنساوش تشتركوا في القناه
هذا فضلا وليس أمرا. وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.